صينيه بقى هترضي كل اذواق العيله، مكرونه بشاميل تلاقي، نجرسكو تلاقي، فراخ تلاقي، فلفل الوان تلاقي، زيتون تلاقي، وسموها بقى زي ما انتوا عايزين، مكرونه بشاميل، نجرسكو، مكرونه بيتزا، اعملوا اللي انتوا عايزينه وسموها اي اسم. ويلا نبدا، ركزوا بقى معايا عشان الوصفه دي كلها تركات. واول تريك هنعملها في الفراخ. الفراخ بقى عشان تبقى طريه في المكرونه الجوسي اللي هي هتبقى كلها طريه وجوسي، هعمل لها حركه كده، هتبلها الاول ويا ريت كده قبلها بساعه ساعتين بشويه فلفل اسود وكمان شويه ملح، ما تكتروش الملح قوي، وشويه ايه بقى يعني بق لبن كده، هي كده كده فيها لبن بقى فمش هنستخسر. بص هو بق واحد بس، اللبن ليها طعمها طري وكمان بيفرق جدا في طعمها وبيخليها طعمها تحفة. هقلبها كده تقليبة، ويا سلام بقى لو دخلتوها التلاجة زي ما قلتلكم كده كام ساعة علشان طعمها يبقى جميل ولا بتشد، وطعمها نفسه هو الفراخ نفسه، هتاكلوها في الطاسة قبل ما تحطها في المكرونة، بس انا مش مسؤولة. شوية بقى زيت حلوين كده ومش كتير قوي يعني، وهنسخنهم. وطبعا هنا الفراخ تبلناها بالتتبيله السحريه اللي انا قلت لكم عليها. اول بس الزيت ما يسخن شويه هننزل بالفراخ، وهقول لكم تنزلوا برده بالفراخ ازاي. قلت لكم بقى ان الصينيه دي كلها تركات. اول ما الزيت سخن هبدا احط شويه فراخ، مش هحط كده البوله كلها، عشان لو حطيت البوله كلها انا هبرد الزيت ده وهتقلب معايا فراخ مسلوقه. فهنحط شويه وبعدين ننزل بشويه كمان، بصوا بالتدريج، وبعدين ننزل بالباقي. اتفقنا؟ هحط بقى كمان شويه بابريكا، شويه بهارات فراخ، ويا سلام بقى على رشه جوزة الطيب كده. وطبعا ده كل ده حسب ذوقكم. 7 بهارات، البهارات اللي عندك هي احلى حاجه فيها ان هي بتمشي مع اي حاجه. اول ما لونها هيبدا يغير هحط بصله مفرومه او متقطعه زي ما انتم حابين، يعني حبه صغيرين كده، البصل بس بيخليها طعمها اعلى. بصوا خلاص هي بدات تستوي. احلى حاجة في الوصفة دي انها بتاخدش وقت خالص. يلا بقى نعمل البشاميل. انا واثقة ان انتوا كلكم بتعملوا احلى واطعم بشاميل، بس ركزوا في طريقتي عشان كلها حركات هتخلي طعمه ان شاء الله احلى. هحط زيت يعني مثلا 3-4 معالق كده، وهحط بقى السمنة. السمنة بقى هحط مثلا ايه حوالي 4 معالق، لان انا هحط 4 معالق دقيق، وطبعا لو انتوا الصينية بتاعتكم اكبر من بتاعتي هتزودوا، يعني مقدار السمنة قد مقدار الدقيق. هنحط بقى الدقيق. عايزه اقول لكم كمان الدقيق فيه انواع، يعني ممكن تحطوا الدقيق وتلاقوه ايه ده السمنه والزيت شربوه وزودوا تاني عادي، هو ايه يعني مش مقياس، انتوا عارفين في انواع كتير. الريحه بدات تطلع بميكس الدقيق مع السمنه مع الزيت بيبقى ريحته تحفه. بصوا انا يعني هقلب الدقيق يا دوب بس كده احس ان ريحه الدقيق بقت حلوه، وكمان طلع لي الفقاعات دي. اول ما يطلع الفقاعات دي او البابلز دي اعرف ان الدقيق بتاعي استوى كده. خلاص يلا بينا على الخطوة اللي بعدها. بصوا بقى انا حطيت نص مقدار اللبن، وطبعا اللبن مش سخن اللبن بارد، حطيت نصه وهبدأ اقلبه كده، وبعدين بسرعة 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 هنزل بالنص التاني كده. حلينا مشاكل ان البشاميل ولا كتل ولا بقى مية. وعلى فكرة كل مشاكل البشاميل سهلة، يعني مثلا لو انت حطيتي اللبن كتير ومره واحده لقيتي البشاميل خلاص بقى ميه، نتقله ازاي؟ هنجيب ميه من الفلتر عادي خالص، طبعا ما بتكونش سخنه، هنحط عليها معلقه دقيق وندوبهم ونحطهم على البشاميل، هتلاقي القوام بتاعه ورجع تاني يبقى سميك شويه. طيب البشاميل كتل قوي مننا ومش عارفين نعمل ايه، هنجيب لبن او مرقه او شوربه وهنحطه عليها، وبالهاند بلندر او مضرب هنضربه، وبرده البشاميل هيرجع القوام بتاعه سهل. يعني كل حاجه ليها حل. يعني بصوا مثلا كده تقل مني لان انا عايزه اعمل الصينيه دي جوسي، هقوم مزوده كده شويه لبن بالعقل يعني، وافضل ايه اقلب كده لحد ما اوصل للقوام المظبوط. وكلنا بقينا نحب ناكل البشاميل او النجرسكو او اي حاجه جوسي، فمش بيكون البشاميل سميك قوي. هوريكم القوام بتاعه قصدي. هتبل بقى البشاميل بتاعي كده بتتبيله تحفه، هحط مرقه دجاج، ولو مش حابين استغنوا عنها بس هي بتقوي الطعم جدا. حطيت كده مكعب مرق، وهحط كمان فلفل اسود، هحط ملح بس مش كتير لان المرقه بيكون فيها ملح، ادي الملح. وهحط بقى ايه رشه جوزة الطيب. جوزة الطيب مع البشاميل او الوايت صوص بتخليها طعمها خطير. هنقلب بقى، وبصوا ده القوام بقى اللي انا عايزاه، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي زي ما انتوا شايفين كده. هتاكد بس ان كل
التوابل بتاعتي دخلت في البشاميل. البشاميل بقى خلص خلص وقفلت عليه، هسيبه بقى كده؟ لا طبعا، هجيب شويه موتزاريلا وهحطهم كده، بس طبعا بعد ما النار اتقفلت. واتفرجوا بقى على البشاميل وهو سايح معاه الجبنه دي، وقولوا لي رايكم ايه. يلا بقى نحضر الصينيه بتاعتنا بعد خلاص ما خلصنا البشاميل والفراخ. هاجي بقى للمكرونه. المكرونه دي طبعا اكيد مسلوقه، بس عشان تاخدوا احلى طعم للمكرونه سووها حوالي 80%، واقفلوا النار وسيبوا المكرونه في الميه بتاعتها حوالي 3 دقايق. المكرونه هتطلع طريه وطعمها هنا هيفرق جدا. عندكم حلين، تحطوا نص المكرونه دي في طبق مثلا وتحطوا عليه نص البشاميل او ربعه، او هنا كده والميكس كله مع بعضه، عشان عارفه ان وقتنا ضيق قوي كده. انا حطيت نص المكرونه مثلا اللي عندي اهي، وهعمل ايه بقى؟ هجيب البشاميل بتاعي، وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوا الحركه دي بره براحتكم. بصوا بقى ايه البشاميل لما حطينا عليه الجبنه الموتزاريلا، بصوا بصوا فرق ازاي، والجبنه سايحه وتحفه. هحط كده ايه نص كميه البشاميل او ربعه او حسب ما بتحبوا، وهقلب كده كله مع بعض. هي هي يعني اي صوص ابيض بيحب الفلفل قوي. هرش كده رشه فلفل، رشه بسيطه جدا يعني مش هتحسوا بيها. وبعدين بقى احط بقى المكونات بتاعتي. ايه بقى هي المكونات بتاعتي؟ الفراخ طبعا اللي انا عملتها اهي، هنزل بيها كده، طعمها تحفه، ممكن تاكلوا نص الطاسه كده وانتوا واقفين بس بتسووها. احط كده ايه الكميه بتاعتي كلها، وطبعا الفراخ بقت طريه من شويه اللبن اللي حطيناهم لو فاكرين يعني. وهحط بقى ايه، هحط بقى فلفل الالوان. بصوا الاول الجمال، الالوان بقى هتعمل معاه ميكس فظيع وطعمه. هحط بقى كده براحتي بقى. وطبعا اللي مش بيحب الفلفل الالوان او الخضار ممكن تقسمه الصينيه بالنص، تحط نص ساده ونص في خضار. بعد بقى ما حطيت الخضار والزيتون، واوعوا تحط الزيتون ببذره، لازم يبقى مخلي، احط بس كده ايه مجرد كبشه من البشاميل اللي عليه موتزاريلا الحلو ده، وبعدين انزل بباقي المكرونه والبشاميل. هنزل باقي المكرونه بقى على الصينيه اهو. الصينيه دي مش بتحب تبقى عليها طبقه مكرونه كتير، فحاولوا تخلوها الطبقه اللي من فوق ما تكونش كتير قوي عشان ما تكونش مكتومه. لو عندكم بقى شويه كريمه لباني كده في التلاجة او شويه قشطه حطوها على البشاميل في الاخر، بتعزز الطعم جدا وبرده هتنقلها في حته تانية. ودي كده اخر طبقه من البشاميل هنحطها، وزي ما قلت لكم مش عايزه المكرونه تبقى مكبوسه قوي في اخر طبقه. بعد ما حطيت البشاميل هجيب بقى شويه خضار وهحطهم كده من على الوش، بيخلي شكلها حلو قوي للعين لان الخضار الوانه تحفه، وكمان وانتوا بتاكلوا كده وبتطلعوا بالشوكه هتلاقوا كده مكرونه مع بشاميل مع خضار مع فراخ، ميكس تحفه كده. هحط كده كام واحده بس يعني، حط واحده خضرة كده شكلها حلو، وادي واحده كمان صفرة. طيب دلوقتي بقى جي اهم حاجه بالنسبه لي يعني، واكيد بالنسبه لكم، وهي الجبنه. انا عارفه ان انتوا دايما بتشتكوا ان الجبنه الموتزاريلا او الجبنه الماكس اول ما بتحطوها في الفرن بتنشف وطعمها بيروح، وبتقولوا ان انتوا مش بتحسوا باي طعم الموتزاريلا. اول حاجه عشان تستعملي جبنه موتزاريلا صح، لازم الجبنه تكون فكه تماما من اي تلج، او ما تكونش مبرده يعني، تكون سايحه زي ما انتوا شايفين كده. كده هتديها اعلى مطه مهما كانت نوعها. بعد بقى ما هدخل الصينيه بتاعتي دي 10 دقايق الفرن، هقوم بعد كده احط الموتزاريلا. يعني انا مش هحطها من دلوقتي، كده هتديني نتيجه احلى ومطه وكمان طعم. وكده خلاص بقى صينيتي بقت جاهزه، ادخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص 10 دقايق او ربع ساعه بس. بصوا يا جماعه انا ما بعرفش اطلع اي صينيه، وخصوصا لو صينيه حلوه زي دي كامله كده على السفره، لازم اعمل الجريمه دي قبل ما اطلعها، اصل ما ينفعش اشوف الجمال ده واقاومه. بصراحه انا عايزاكم بجد تجربوها وتقولوا لي رايكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.